أشار محللون إلى وجود خلافات متعددة بين الزعماء الحاضرين لقمة مجموعة السبع، وعلى وجه الخصوص بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية. لذا فإن نتائج قمة مجموعة الدول السبع جاءت أقل بكثير من التوقعات. استمرت الدورة الأخيرة ليومين فقط مقارنة مع الدورة العادية التي تستمر لمدة 3 أيام عادة. ومع تقلص المدة تقلصت عدد صفحات البيان المشترك للقمة التي كانت 6 صفحات فقط مقارنة مع بيان العام الماضي الذي اشتمل على 30 صفحة، وهذه فجوة كبيرة. ويعتقد المحللون أن البيان المشترك لقمة مجموعة الدول السبع يظهر فقط التوافقات التي تم التوصل إليها في عدد قليل من القضايا، يظهر وجود توافقات في الآراء بشأن قضايا رئيسية أخرى مثل معالجة تغير المناخ، وهو ما يعكس وجود خلافات متعددة داخل مجموعة الدول السبع. وأشار بعض التعليقات إلى أن التناقضات بين آراء الولايات المتحدة والدول الأوروبية سبب رئيسي للخلافات. وأطلقت وسائل الإعلام على هذه القمة اسم قمة 6+1، فيما جعلت الهجمات الإرهابية التي وقعت في 22 من هذا الشهر في مدينة مانشستر البريطانية قضايا الأمن ومكافحة الإرهاب موضوعا هاما في القمة. ووقعت الدول السبع إعلانا مشتركا حول مكافحة الإرهاب، وهو يعتبر واحدا من أهم نتائج القمة. لكن بعض المحللين يعتقدون أنه لا يوجد أي جديد في قضية مكافحة الإرهاب، بل إن التعاون بين بلدان المجموعة كما نص عليه البيان صعب التطبيق. وأشار بعض المسؤولين الإيطاليين إلى أن هذه القمة تجنبت القضايا الرئيسية التي تهم الجمهور، وليس لها فائدة في قضايا أخرى مثل تضييق الخلافات وحماية المساواة.